اما كارول سماحه فنقدر نقول انها من بعد ما قعدت فتره في مصر دلوقتي بتبقى موجوده اكتر في لبنان بما ان عندها مشاريع كتيره هناك ومنها الايروباتيك تشالنج اللي بيتعمل في لبنان للمره الاولى. نحن قررنا نجيب كل الابطال العالم يتباروا عنا بسما لبنان، حنعمر مدينه على كل الووتر فرونت تحت رعايه دوله الرئيس سعد الحريري اللي مشكور على الفول باك اب. طيارات نحن عندنا شيء ميليتري وعندنا شيء سيفيليان، رح نجيب جراند بري يعني بتعرفي كاس عالم، رح نعمل تحت الاير شو تبعنا، بيكون عندك 10 فرق اهم وورلد تشامبيون بالعالم بيجوا من 10 دول. وكارول سماحه هي هتكون ضيفه الشرف وبتفتتح الحفله الكبيره اللي هتبقى يوم 1 يوليو. طبعا اول ما عرفت انه هالشيء هالحدث الكبير رح يصير بلبنان صراحه كنت كثير براود، كثير فخوره كلبنانيه، هذا حدث عالمي بيصير بكثير بلدان كبرى يعني وعظمى. وكشفت لإيتي بالعربي عن تحضيراتها للحدث ده. رح يكون في كونسبت مخصوص لهالإيفنت هيدا ديفرنت ونيو، اكيد رح يكون في اغاني جديده واغاني كمان اللي عرفتوني فيها وحبيتوني فيها، رح يكون مع هالحدث يعني حافتتح الحدث بالشو هذا الكبير. وبعيد عن الإيفنت ده كارول بتعيش الفترة دي نشاط فني بين التمثيل والغنى. شهر الجاي رح هلا رح أعلن اليوم معكم بإيتي رح نزل سنجل لبناني جديد اللي قلت لكم عنه اسمه انسى همومك. غنية كتبتها غنية كتير فرحة إيقاعية اجتماعية بتعطي إذا بدك جرعة هيك إيجابية للناس من كلماتي وأعداد وتوزيع ميشيل فاضل. وكمان سجلت أغنية فيلمها الجديد بالصدفة اللي كتبها ولحنها مروان خوري. تقريبا صرنا على أواخر الفين، مرقنا 3 أسابيع تصوير كانوا كتير انتنس فيهم ضغط الشغل، جو الشغل كان كتير حلو. ورغم إنها متكتمة عن دورها نشرت الصورة دي من كواليس التصوير مع بديع أبو شقرة باميلا الكيك والمخرج باسم كريستو وظهرت فيه بلوك الشخصية. لوك بنت بسيطة كتير بسيطة يعني سيمبل إذا بدك، بنت كونسيرفاتيف وتقليدية. لون الشعر أصلا غمقته كرمال الموفي، ما حلو بس كنا عم تمثل دور ما حلو يكون في هايلايتس بالشعر يعني ما بيلبق شخصية إذا بدك صابر رصينة. واضح إنه كارول تحضرت كتير لهالدور وهي متحمسة جدا لهالفيلم الجديد، مع إنه مش أول مرة بتمثل فسبق وقدمت واحد من أهم المسلسلات طبعا هو الشحرورة اللي جسدت فيه حياة الفنانة الراحلة صباح، وكمان شاركت بمسرحيات كتيرة.